بسم الله الرحمن الرحيم. إخوان الطلبة، سنة أولى ثانوي يقدم لكم تمرين يخص الدوال وخاصة حل معادلة. تبو مليح. اف الدالة المعرفة من أجل كل عدد حقيقي إكس بالشكل اف لإكس يساوي إكس مربع زائد 6 إكس ناقص 16. أولا بين أن f x يساوي x زائد 3 مربع ناقص 25، وثانيا حل معادلة f x يساوي 11. إذا انتبهوا مليح. واحد، بقى نعرفوا بلي f x هي تشبه لهذه، إذا نكتبوا f x هي x زائد 3 مربع ناقص 25، معناه النشر هي إكس مربع زائد 6 إكس زائد 9 ناقص 25. وهذه وشني؟ هذه إكس مربع زائد 6 إكس ناقص 16. هذه هي حل المعادلة. حل معادلة إف لإكس هي 11، معناه أن f x x زائد 3 مربع ناقص 25 تساوي 11. ننقل 11 في الطرف الأيسر، من x زائد 3 مربع ناقص 25 ناقص 11 تساوي 0، لأن ما يبقى والو لنا. إذن تولينا x زائد 3 مربع ناقص 36 تساوي 0. وهذه نعرفها باللي أ مربع ناقص ب مربع، معناه أ هي إكس زائد 3 و ب هي 6. نطبقوا العلاقة المألوفة المعرفة، أ مربع ناقص ب مربع هي أ ناقص ب، نضربها في أ زائد ب، معناه أن إكس زائد 3 مربع ناقص 36 هي إكس زائد 3 ناقص 6 ضرب إكس زائد 3 زائد 6، معناه وهذه تساوي 0، معناه إكس ناقص 3 ضروب في إكس زائد 9. وبا تكون هذه العلاقة تساوي 0، معناه الحل هو إكس ناقص 3 تساوي 0 وإكس زائد 3 تساوي 0. هذا يمد لنا إكس تساوي 3، وهذا يمد لنا إكس تساوي ناقص 9. إذن الحلول النهائية هو S، معنى الحلول هي ناقص 9 و 3، هذا هو الحل النهائي. انتهينا من هذا التمرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.